بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 36. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأغنانا بالحلال عن الحرام، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام، وبعد، فما زال الحديث متصلا في اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: ومن عبادة الله الإحسان إلى الناس، حيث أمرهم الله سبحانه به كالصلاة على الجنازة وكزيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم، هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب. فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، والزكاة حق الخلق. فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم من زيارة القبور الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم، أو أنهم لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنازة، كانوا بذلك مشركين مؤذين ظالمين لمن يسألونه، وكانوا ظالمين لأنفسهم. فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة: الذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه الحاكم في صحيحه. وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وقال: اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى السائلة. وهذا ثابت عنه في الصحيح. فإن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم، وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب كما يحب الله، وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة بها، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزله على رسوله، الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر،
وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، ولا طريق إلى الله إلا ذلك، وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. وكل ما خالف ذلك فهو من طريق أهل الغي والضلال. قد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا زلة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول يعني الذي أشبه اليهود من الغاوين، والثاني يعني الذي أشبه النصارى من الضالين. فإن الغي اتباع الهوى، والضلال عدم الهدى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وبه يتبين أن ترك الهدى غي، وأن العمل بغير الهدى ضلال، وأن العمل على هدى هو الصلاح والصراط المستقيم. وأكثر الناس من الصنفين الأولين، والصنف الثالث هم أهل النجاة. قد ذكر الله الأصناف الثلاثة في آخر سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا له من دعاء عظيم لو تأملناه. أسأل الله الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.